ما مدى رعب أن تكون غواصة نووية؟ مسؤولة عن نشرها في العالم من أجل القوة الخاصة بما فيه كوماندوز الفقمة وقوة دلتا نقطة نقطة العملاء علي المدى الطويل. لسنا فقط مسؤولين عن النقل من الباب للباب، ولكن أيضا مسؤولين عن تغطية الحريق. بالإضافة إلى ذلك، يتم إرسال هدايا مثل صواريخ توماهوك لضمان رضا العملاء. يمكن للغواصة النووية الهجومية من طراز فرجينيا أن تحل جميع مشاكلك من أجلك. اليوم يوصي فايربذر بأحدث المنتجات الجيدة للجميع. تحتوي الغواصة النووية الهجومية من طراز فرجينيا من البحرية الأمريكية حالياً على 10 سفن تخدم محيطات مختلفة. وفقاً لوقت التطوير ومستوى الغواصات النووية الهجومية الأمريكية، تنتمي طراز فرجينيا إلى الجيل السابع من العائلة، ولكن وفقاً للخصائص التقنية واستخدامات التطوير فهو ينتمي إلى الجيل الرابع من العائلة. إن ولادة غواصة الهجوم النووي من طراز فرجينيا هي نتاج برنامج الغواصة الجديدة الهجوم التابع للولايات المتحدة، وأنه نتاج تطور الولايات المتحدة وفقاً لاحتياجات معتددة الوظائف ومتعددة الأغراض. والسبب هو أن الجيل السابق من طراز سي وولف للعائلة كان مكلفاً للغاية. الأولى تكلف 4 أو 5 مليارات دولار، وهو ما يمكن أن يجعل أعضاء الكونغرس يشعرون بألم في الجسد. وقاموا ببناء 3 سفن فيتوقفون بسرعة. لحسن الحظ، طراز فرجينيا والولايات المتحدة أيضاً كريمة جداً. سيستغرق بناء طراز فرجينيا 30 عاماً، والسماح له بالخدمة حتى عام 2060 سيصبح حقاً الدعامة الأساسية للبحرية الأمريكية. يبلغ إجمالي طول طراز فرجينيا 115 متراً وعرضها الكامل 10 أمتار، وإزاحة المياه 6950 طناً، والإزاحة تحت الماء من 7800 إلى 7925 طناً. القوة مهمة جداً للغواصات. تم تجهيز طراز فرجينيا بمفاعل الماء المضغوط من نوع استسعجي، ويستخدم أيضاً مولد بخار أقل سعراً ولكنه أكثر كفاءة. يتم استخدام الشحن لمرة واحدة للتعطل، مما يحل مشكلة إعادة التزود بالوقود وشحن العملاء في مرحلة لاحقة. في وقت مبكر من عام 2001 اعتمد تصميم فئة فرجينيا حوش منصة القيادة المتقدمة مماثلة للغواصة النووية الروسية من النوع 705. أكبر ميزة هي أنه يمكن أن يحسن تخفي الغواصات في البحار الضحلة، ويمكن أن يزيد المساحة في الحوش بحيث يمكن إلقاء التكنولوجيا الأكثر تقدماً فيها من أجل تقديم أفضل وأقوى طرق الهجوم للعملاء. يمكن تثبيت فئة فرجينيا مباشرة. تم تجهيز صاروخ كروز توماهوك للهجوم الأرضي بمدى 2500 كيلومتر ب12 أنبوبة إطلاق عمودي لصواريخ كروز. يساعد إطلاق واحد العملاء على حل مشكلة الضربات الصعبة وغير الدقيقة، ويضمن أن العملاء يمكنهم تنفيذ ضربات دقيقة على أعماق الأرض. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الولايات المتحدة أيضاً بتطوير صاروخ هجوم أرضي متقدم آلم، والذي سيتم تجهيزه أيضاً بغواصة نووية هجومية من طراز فرجينيا في المستقبل. لذلك فإن قوة هذه الغواصة لا تنتهي، ليس هناك أقوى منها، فقط أقوى. بالإضافة إلى ذلك، في المنطقة خلف صواريخ فرجينيا فهي مجهزة أيضاً ب4 أنابيب توربيدا 553 ملمتراً مثل التوربيد الثقيل MK-48 وصاروخ الحربة المضادة للسفينة، وكذلك توربيدات MK-67 MK-60 بريدتر يمكن إطلاق الصواريخ حسب الرغبة. أنبوب التوربيد من فئة فرجينيا مجهز أيضاً بنفس نظام الضغط التوربيني مثل فئة سي وولف، والذي يحل تماماً مشكلة الضوضاء القديمة الناتجة عن حقن الماء قبل إطلاق فئة سي وولف من أجل مساعدة العملاء في المناطق البحرية بعيدة عن الغواصة لإكمال اليقظة وللتحقيق المضادة للغواصات وغيرها من المهام. يمكن لفئة فرجينيا أيضاً إطلاق استعادة المركبات المستقلة تحت الماء، والتي يتم تشغيلها من خلال أنابيب توربيد. والمركبات تحت الماء مجهزة بأجهزة استشعار صوتية وغير صوتية، وأجهزة استشعار إشارات الفيديو وترددات الراديو، وأجهزة تحديد الهدف وتصنيفه، وقدرات محسنة بشكل كبير ضد الغواصات من فئة فرجينيا. بالإضافة إلى ذلك، عندما ظهرت طائرة فرجينيا على السطح، يمكنها أيضاً إطلاق طائرات استطلاع بدون طيار يتم التحكم فيها عن بعد لإكمال استطلاع الأهداف البرية، ونقل نتائج الاستطلاع في الوقت الفعلي، وضمان قوة الضربات الدقيقة على الأرض. لديها حاملة أفراد خاصة تم إصدارها استردادها بشكل خاص، ويمكن للواجهة الموجودة على متنها أن تدعم مهام العمليات الخاصة. نظراً لأن فئة فرجينيا ولدت في وقت متأخر عن فئة سي وولف، فإن التكنولوجيا والمعدات المستخدمة هي أيضاً أكثر تقدماً وأحدث. بكيوكيو شرطة نظام سونار متكامل، بما في ذلك السونار المدمج النشط السلبي. بكيوكيو شرطة 1.0 سونار النطاق السلبي ذو الفتحة العريضة بكيوجي شرطة 5A
والسونار النشط عالي التردد تشين والسونار المقطوع تي بي 16 و تي بي 29 اي وسونار الاستطلاع دبليو ويل واي شرطة واحد كل عالي التقنية موجودة. تتبنى طراز فيرجينيا الصار الكهروضوئي بفي اس شرطة واحد الذي لا يحتاج إلى اختراق هيكل الغواصة المقاوم للضغط، مما يوفر درجة كبيرة من الحرية لمصمم الغواصة. ونظام القيادة الأوتوماتيكي سي 4 يدسو المتقدم لتزويدك بالعديد من شاشات العرض المسطحة المتقدمة واسعة النطاق ومخططات تكوين التطوير على نطاق واسع. تعتمد أساليب تحكم باللمس متقدمة، وهي مريحة مثل الكمبيوتر اللوحي. وفي نفس الوقت، فإنها تعتمد أيضاً نظام التحكم في التنقل الرقمي. يتحكم قائد الدفة في الغواصة من خلال نظام ذراع تحكم مماثل لألعاب الفيديو. يعتمد نوع الإجراءات الصعبة التي يمكنك القيام بها على ردود أفعالك الشخصية، بحيث يمكنك الاستمتاع بمتعة اللعبة حتى في قاع البحر الممل. يستخدم طراز فيرجينيا أيضاً نظام إرسال واستقبال من نوع فزروبر، يمكنه اكتشاف الإشارات التي لا يمكن اعتراضها بواسطة الأقمار الصناعية على بعد عدة أميال بحرية. مساعدة الغواصات علي الاتصالات الساتلية والتحكم في الأسلحة، وتمكين طراز فيرجينيا من الحصول على إشارات إلكترونية وقدرات جمع معلومات استخبارية. طراز فيرجينيا هي نظام قتالي بأسوي شرطة ثلاثة تم تطويره حديثاً من رايثية، تتمتع بدرجة عالية من التكامل وتحسن بشكل كبير من القدرات القتالية للغواصات. تم تجهيز فئة فيرجينيا بإجراءات مضادة إلكترونية وفخاخ قابلة لإعادة التحميل و15 قاذفة شرك مضادة للتوربين. وإن دبليو ويل واي شرطة واحد تحت الماء نظام تحذير مضاد هوائي رادار بي ال كيو شرطة واحد صفر وجهاز استطلاع وتحليل للاتصالات الراديوية، ومجهز أيضا برادار البحث عن سطح البحر في النطاق. اي جي أداء الصمت على مستوى فيرجينيا أعلى بكثير من فئة سي وولف. يرجع ذلك إلى اعتماد التصميم العام للوحدة لامتصاص الصدمات العائمة لتقليل ضوضاء الغواصات، كما أنها مزودة ب 600 كاشف للضوضاء الاهتزاز لاكتشاف الاهتزازات في كل مكان وفي أي وقت. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنية إزالة المغنطة لتقليل الاحتمال تفجير الألغام التعريفي. يتبنى الجزء الداخلي لفئة فيرجينيا تصميماً معيارياً وظيفياً مدعوماً بالكمبيوتر. تم بناء كل كابينة فرعية بشكل مستقل وفقاً لوضع المقصورة بوظائف مختلفة. إذا كنت ترغب في الحصول على قاعة الاستقبال هنا، فإن تريد الحصول على بار هنا، كل ذلك ليس مشكلة. إذا كنت تريد تجسيد الماء بعد النزول من سيارة الأجرة، ما عليك سوى تغيير مقعد التوربين الاحتياطي قليلاً خلف أنبوب إطلاق التوربين، ويمكنك إضافة كابينة سكن في موضع مقعد التوربين الذي يمكن أن يستوعب 40 فرداً من القوات الخاصة ومعداتهم، ويتحول على الفور إلى غواصة نووية خاصة لنقل أفراد القوات الخاصة. يمكنك تغييره بالطريقة التي تريدها، ويعتمد ذلك على ثقب دماغك. يتبنى طراز فيرجينيا كلاس تصميماً مفتوحاً للهيكل لتحقيق التوصيل والتشغيل لأنظمة مختلفة من الغواصة، ويستخدم تصميماً معيارياً متقدماً لاستبدال وحدات المقصورات الوظيفية غير المستخدمة بسرعة أثناء مرحلة البناء أو الصيانة لفئة فيرجينيا. نتيجة لذلك، بناءً على النوع القياسي، يتم اشتقاق الغواصات النووية من أنواع مختلفة أو أغراض خاصة، وذلك لزيادة إمكانات فئة فيرجينيا إلى أقصى حد والحفاظ دائماً على الأداء المتقدم في حالة التزامن مع التقنيات العالية والجديدة. لا يمكن أن توفر هذه الطريقة الكثير من تكاليف البحث والتطوير فحسب، بل يمكنها أيضاً تقصير فترة بناء الغواصة النووية للصواريخ البالستية الجديدة، على الرغم من أنها ليست بسيطة مثل توصيل وفصل شواحن الهواتف المحمولة، إلا أن التوسع اللاحق وستتجاوز الوظيفة بالتأكيد خيالك. أعتقد أن العديد من أصدقائي لم يتمكنوا من كبح استهلاك هذا المنتج اليوم. يمكنك ترك رسالة في منطقة التعليقات. سترتب فايربار خدمة التوصيل العالمية من الباب إلى الباب. اتبع فايربار. سيكون الإصدار التالي أكثر قيمة. وداعاً.